يا جدعان والله بنتأخر، المصيف هيخلص واحنا لسه في بيتنا. لسه في البيت. عايزين نمشي. احنا المبروك كنا نمشي من الساعة 9 الصبح، الساعة بقت 2 بعد الظهر، ما يصحش. يلا انا هودي الشنط في العربية. يلا يا عسل شيلي دي. انا شديت مع اني ما باكلوش، مع اني ما باكلوش، بس جايب عشان خاطر نقلوا الاء. احنا عايزين بقى عم محمد وعم حسن تستيف حلو العربيات، لان احنا الله اكبر عددنا كبير، وللاسف في عربية وقعت مننا. يا ساتر يا رب. للاسف بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بص بقى يا بنت بقى ايه؟ سيبوا لنا رصه العربيه بعد اذنكم. يبقى هنمشي الفجر ان شاء الله. بعد اذنكم سيبوا لنا رصه العربيه. ماشي يعني هقول لك هنا يعني وانت ترص اهو. ارفع قصاري. انت بتقول تسيبوا لنا رصه العربيه؟ ارفع يا زوز. طب امسك دي الاول، امسك دي الاول عشان يلا يا زوز. ارفع بالعرض كده. هيك كده. ما يكبش كده. طب هيقفل. اصبر يا عم الحاج. ترابتتي ترابتتو العيله دي مش نمبر 2. ترابتتي ترابتتو العيله دي مش نمبر 2. يا رايك يا اسطى في الوقت؟ يا لهوي حاج جمدان، يا لهوي. لا برنس من يومك يا دكتور. شوب التوب شورتايه وتيشرتايه وكوتشايه وساعه بتاعت نهال. لا ارجع لي بقى تاني، ارجع لي بقى تاني. قلت لك خليها وهناك بيتخانقوا على مين يرص العربيه. حلو لسه بقول لك. طب واللي هيقعدوا بالنسبه للجماعه اللي هيقعدوا؟ حدش هيقعد هنا. العربيه دي شنط بس. العربيه دي مش شنط. حدش هيقعد هنا. طب عايزين ناس. ده انتوا جايبين شنط ولا اللي مسافر ومش راجع؟ احنا لو مهاجرين مش هنعمل كده. يا برنس انت بتتكلم كتير على فكره، ومعانا 2 مينيت. قبل اي حاجه انزل حط اللايك. قبل اي حاجه انت لو ما اشتركتوش دلوقتي هيفوقوا كتير قوي، علشان احنا طالعين رحله مصيف العيله كلها، ودي ما بتحصلش كتير. تلاقوا محمد بياخد مراته ويطير، تلاقوا حسن بياخد مراته ويطير، محمود بياخد مراته ويطير، الحاج بياخد مراته ويطير، لكن كلنا نتجمع ونطير مع بعض، فدي جديده. فده معناه انتوا هتشوفوا حاجه حلوه. ايه رايك في الرصه بتاعتي؟ لا جامده جمود. الله ينور عليك يا استاذ محمود. لا انا مش عايزك تقفل الباب دلوقتي، هتقع الشنطة بتزحلق. لا الشنطة دي لسه واقعة. خدت بالك من اللقطة دي؟ عايز حاجة احطها. خدت بالك من اللقطة دي؟ لقطة ايه؟ ايش 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 طبعا في بالي طبعا. ايش 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 الله اكبر. احنا عايزين محمد معانا. عايزين محمد. عايزين محمد. امسك كده منه الكاميرا بعد اذنك. خدت بالك من اللقطة دي؟ لا ثواني بس كده. دي لقطة دي خلي بالكم. مقصودة خلي بالكم مش مقصودة. لا بترتب لها طبعا. مقصودة. هنا لابسين زي بعض وانا محمد زي بعض. انت ومحمد. عايزين نرص الشنط يا ابو دعاية. سفل الطعم الجديد. سفل التأخير. لف وارجع تاني. تشجيع من نار، تشجيع من نار، تشجيع من نار، تشجيع من نار. لسه ما فطروش، لسه ما فطروش. انا ويا جماعه وداخل اصور جوه، بس قلت ايه مش لاقي حاجه اعملها فقلت اعمل كده. شكرا. ايوه يا عم محمد يا حوارات. والله يا جماعه جايبين ميه وجايبين كل طلباتنا علشان خاطر ايه؟ ما نحتاجش حاجه. ما نحتاجش اي حاجه. برافو عليكم. وقفلوني لو عرفتوا تاخدوا الحاجات دي كلها. توفيق. بص يا جماعه ما شاء الله شنطه العربيه بتاعت محمود اتملت، شنطه العربيه الثانيه كمان ما شاء الله اتملت كومبليت، شنطه العربيه الجيب الله اكبر كومبليت. كده كله تمام وجاهزين؟ لسه. هات لي مين اللي يقدر يقعد هنا؟ يوسف اعتقد. يوسف ولا انجي؟ مين؟ خد نيره. رماس بتحب القعده هنا. نيره ما تقدر. والله البنت دي طيبه، انا بعمل بيها مقلب. الله يتعالى. يعني ما ينفعش تقعدي هنا، انت تقعدي مكان السواق. طب ممكن تسند على رجلك؟ بس كده، دي مهمتي. لا سعيدة. هات لي هنا بقى مين؟ هيعمل ايه؟ يوسف هو الشاب اللي احنا يعني. ماشي حبيبي تعالى هدلعك، هركبك باراشوت. تعالى. يلا يسا يسا عشان طالعين الساحل يا اسطى. تعالى يا اسطى. انت راجل انا ولا مش راجل يا؟ خش يا اسطى. ده انت حالق ومظبط نفسك. لف كده. والله قاعده حلوه. لف كده. والله هتقعد بقى انت يا جدعان بالجنب. بس ادخل رجلك هنا. يلا يا محمد امسك بقى انت، ادخل تعالى يلا. خش يا محمد يلا. انت هتخليها اللي يسوق؟ اه تقعدي. طب اقعدي انت الاول. ماشي يلا. بص احنا بقى بنقعد اتنين قدام. انت مرات صغار اصلا. لا بس المفروض العكس عشان ما تبقاش. هي بتقعد على الارض. استنى هيرجع لي الكرسي. هي هتنزل على الارض. انت هتشوف دلوقتي. لا والله ده احنا اتعودت بقالنا كتير بنقعد كده. ده انتوا فرام بقى. ايوه يا اسطى عيب عليك. طب ده انت كنت قاعد مكان يوسف احسن. دي كانت فكرتي يا محمود لما كنا مسافرين ونيرة كانت معانا، قعدتها تحت هنا وهم خدوا الفكره دي مني. بص الجوز ده، بص الجوز ده. مع حوارات مفيش مشاكل. اقفل يلا هنا. الله ينور كده انتوا تمام. تعرفي تقعدي زيها كده يا سعر؟ انا؟ اه لا يلا. اه تعال اتفضل. الخيل عامل ايه؟ 100 100.
افتح الشباك الاول وشغل التكييف للواد. بسم الله. مش عايزين جري، مش عايزين جري. يا وزع عدي اللي قاعده تحت. قاعده مرتاحه؟ 100 100. مرتاحين يا اولاد؟ 100 100. في حد ناقص؟ مش عايزين جري، مش عايزين جري. ايوه يلا يا نجم تعال تعال تعال. ما خلاص اقفله بقى طالما هو هيقعد قدام. تعالي يا ناس روحي مع ابله الاء. طب ما انت كده هي هي ضحيتي ببنتك عشان يوسف. يلا هي صغيره يوسف كبير. ماشي يلا. ايوه ما اركبي بقى. بس يلا اركبي بقى كده صح. بس هو بنتي معاكي غير لما يبقى يوسف فاهمه. اه عشان بس ما يضايقهاش. يلا يا جدعان متاخرين متاخرين وربنا متاخرين. امسك يا عم متاخرين. اللي اشتريتهم بالغالي يا ابني متاخرين. بتباعوا فيا بارخص يا ابني متاخرين. معلوش من افعالي متاخرين 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 متاخرين. والله المفروض احنا دلوقتي كده المفروض نبقى عند البوابه. تاني هعملها بحسن يا اسطى. استنى انت بتصور يا اسطى. يا اسطى الله مقلب جامد. اعمله بحسن. اعمله بحسن. اعمله بحسن. حسن بس استنى. هنعملها في حسن. هنعملها في حسن. هو اصلا فاتح الشباك اهو. ده مهايبرين. ده عادي. هو بيعملوا كده ليه؟ كان في سفينة. يلا لازم ما تجريش. المفروض المقلب اللي انا كنت عايز اعمله ان هو يكون قافل الشباك فوقفه فاقول له نزل الشباك عشان اكلمه. لما ينزل الشباك اسيبه وامشي. ده عملته مع محمود. ما انا ده عملته مع محمود فكان حلو. ادي له كلاكسي كده مش هيعبرك. لا لا وقف وقف كانك عايزه. ده بيتعلم. انت لو بتحس يا عم هتعرف اللي مزعلني. ما خلاص ما ابعد عني. انا مش طايقاك. مش عايز ابقى معاك. ما تورينيش وشك تاني. مسكت ايدي عمل الكونتاكت الكهربا مسكت في الشرايين. اعمل بيت ابو. ادعوا له ادعوا له. اعمل بيت ابو. الله اكبر. جوه الاول ولا بره الاول؟ لا بره الاول. طيب لف ولف على بلاقي المفاتيح عشان المفتاح كده. ورا يا اولاد. ورا ايد ورا. لا ما شاء الله ما شاء الله كبير. ما شاء الله كبير. الله اكبر الله اكبر. عبار تعال عبار عبار. اعمل ملف يوسف واسوقه في البيسين. استنى الوريد. تعالى هوريك التحديث الجديد. تعالى هوريك التحديث الجديد بتاع الايفون. والله ما بحبوش. انا عايز اشوفه. عايز احذف. عايز اشوف كل دي المساحه بره جميله. هتتصدم من جوه بقى. جوه اجمل من بره بكتير. انا كده ايه رايك يا سحر؟ رايك يا علاء؟ ادعوا له ادعوا له. يعمل بيت ابوه. طب ما تيجوا ندخل جوه. يلا بقى جوه عشان الشمس. يلا عشان عايز اشوف اوضتي هتبقى فين. سيبوني اختار الاوضه بتاعتي بنفسي. محدش يجبرني على اوضه. كده بقى قاعده بقى بالليل بالمزاج. عايزه هنا بقى تلفوا بالتاني. لفوا بالتاني. والشاشه. ايوه. والبلاي ستيشن. والبلاي ستيشن. واللي يخسر يترمي في الميه بهدومه في البحر. نص برجلكم اليمين لو سمحت. ايش ايش ان شاء الله. ايش ايش يا دي. لا جميل. والفرخدين مسلمين. ايش ايش يا دي. والفرخدين ايه. لا بجد بجد. الله ينور عليك يا محمود. مبسوطين يا
اللي اهم حاجه من ده كله. يلا 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 امك قاعده بره. يلا 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 امك قاعده بره. هش هش اي كلام. الله الحين بقى شوف المنظر ده ما يكونش في حاجه. ايه ده الحلاوه دي؟ حتى المطبخ حلو. لا والسجن نجيب بتاعت القهوه يا محمود اللي انت عايزها. واضح ان البيت لسه جديد. لسه بص تعالى اوريك نجيب القهوه اهي 100 100. تعالى اوريك الحقيقه البلد فين. تعالى يا سحر. فين سحر؟ تعالى. لا بصي ايه ده. ايش 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 بصي بالكيس. بس ليه مش هتقلي المحشي؟ اللي بعده. ايه ده فين؟ يعني انا بقى قاعد هنا كده ووشي لكم؟ لا بتطلع الحمام يا حسن. ايه؟ بتطلع الحمام. ما تقفل الباب وشي هنا. ايه لا ما هو انا كده قاعد اللي بره يبقى شايف. ما تقفل الباب. ما تقفل الباب. ما انا فتحت الباب اللي ورا ما يشوفنيش. لا يا راجل. لا افتحي الاوضه دي. الله حسن ديت. الله ديت الاوضه دي. فين يوسف؟ فين انجي؟ حجر ورا مقص. واللي هيكسب هياخد الاوضه دي. يلا يلا صح كده. انا بحب الحظ. يلا انا بحب الحظ. بقولك ايه خدها بلطجه. لو يوسف كسب هو انت هتلعب بسرعه. لو يوسف كسب هتبقى دي غرفه الصبيان. لو انجي كسبت هتبقى دي غرفه البنات. طب استنى البنات موافقه على القرعه؟ لا ايوه لا الصبيان بحق الله. يا ابني انا شفت ورقه. ايوه يبقى كلمتي القرعه هي اللي هتحكم. ماشي مش هنكسر كلمه. ثلاثه اثنين واحد ابداوا. يلا دي اتنين يا عم. يلا يا انجي. طوبه ورقه مقص. يا انت يا فين البنات. انا قلت ايه؟ اللي هيكسب هياخد دي. انا قلت اللي هيكسب هياخد دي. عايز حاجه ليه الدواليب من جوه فيها حاجات؟ حاجات ايه؟ مفيش حاجه جوه. مش هنا الناحيه التانية. الله اكبر. القعده هنا لذيذه. عارف احنا هنتجمع وليكن وليكن مثلا هنحط رجل على رجل. هنجيب فيلم تايتانيك ونقعد نسهر للصبح. هنا افلام بره بلاي ستيشن. بره بلاي ستيشن. ماشي يلا على بعضه. اللي بعده. اللي بعده. لا دي غرفة حسن. لا مش هي. استنى مش انت حكمت على البنات تحت والبنات يعملوا قرعه؟ دي اوضه. ثواني دي اوضه. ثواني دي اوضه. ثواني ما انت مع الشباب تحت. لا دي انا مالي. دي اوضه. هتعمل قرعه معاه واللي هيكسب فيكم هياخد دي. ايه انا بهزر يا عم. ازاي بيكسب انت؟ لا ده اللي هناك اجمل. تعالى بس استنى. استنى لا لا ما بوظش القرعه معلش. يا في هالك فيها قرعه قرعه. الموافق على القرعه يقول ايه؟ الموافق على القرعه يقول ايه؟
عايزه نعمل قرعه. يا ده اغلى من القرعه وما لحقش نفسي. القرعه بقى القرعه المره دي بالنهال وقالي بس صح كده. ما بعرفش تعال وحرين كده انا وحسن. يلا انا وحسن. طيب استنى عشان نبقى متفقين. اللي هيكسب هياخد دي. اللي هيكسب هياخد دي. هياخد دي. اللي انت هياخد دي. هياخد دي. يا رب اخس. انت مش عايز دي؟ مش عارف. يلا دوبا حجر ولا دوبا؟ هيطلع لك حجر. حجر يا عم. حجر ولا دوبا؟ دوبا. حجر 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 ولا امقص؟ حجر ولا امقص؟ والله اقول لك حاجه تعالي بعيد عشان تعالي اقول لك المرتبه هنا عاليه ازاي. المرتبه هنا عاليه وحلوه. مش هدي كده ده ايه ده يا عميده؟ لا عادي لا يا عميده خلاص انتوا واقفين على دي. اه واقفين. انا كسبت. ايه ده انتوا واقفين على دي؟ انتوا موافقين؟ موافقين. ايه ده انت تعالى ايه القرعه بقى؟ انا هزت الشبابيك ما بيننا. لا بس الصراحه عايز لا 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 استني الستاير جايه دلوقتي انا ركبتها. اه الاثنين احلى من بعض. هيركبوا بس انا هاخد دي برضه. الفيو هنا اكتر من الهوا. اه الهوا. والله ده مش اللي عشان ممكن نفهم منها ونفتح عليكم ولا دي ممكن نقول دلوقتي كده وادخل لها. طبعا احنا نقول للاستاذ محمود شكرا جدا جدا جدا. ادعوله ادعوله كمان ادعوله. يلا ندخل يلا ندخل. بس انا الجو هنا ياخد الراجل يتسوح. عايز اقلع واروح انزل الميه. وانا والله عايزين نروح البحر. ولسه عايزين نروح بس البحر بكره بقى. لا 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 انا كسبت خلاص. تعالى لا هعمل قرعه انا وانت. انا كسبت. لا ما تخافش ولا هتكسب. طب ايه سوعني. خلاص هلعبك بنهايه بقى خلاص. لا تعالى لا ما بتعرفش تلعب. يلا حجره ولا امقص؟ لا انت مش عارف هتعمل ايه. مش عارف حجره ولا امقص؟ اه كسب. اه كسب تاني. انت ولا امقص خلاص خلاص. يلا بقى عشان نشوف هنعمل ايه بعد كده. يلا يلا بينا. يلا ننزل الشنط والحاجات بتاعتنا. اه هنزل الحاجه بتاعتك. يلا 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 مش كده دي بتاعتي مش هتبقى نعمه ابدا. جو حار يا جدع يا ارون. ايكن عايز احب ديكي دلوقتي حالا حبه حلوين كتير قوي. الله ينور. الله يبارك البنات. يلا يلا يا ارمس عايش. خد خد ادي دي الاكرم. ادي دي الاكرم. خد اهي خد الكرنباي. كفى عليكم يا شباب. عاش يا رجال. عاش عاش. شيل 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 يا بطل. خد يا برنس. الله ينور. حاجه اتدلقت مش مشكله. يلا عادي عادي خلاص. المحشي ده محشي يا جماعه. جايين نعمل محشي في قلب المكان. يلا يا اولاد حولوا. الله ينور يا زوز. بنورك يا غالي. مبسوط يا زوز؟ اه طبعا. انا معاك وانت مبسوط. انا مبسوط الحمد لله. فين الفريزر وحطه بقى فيه اللي فوق واستنى. يعني ما تنقلوش على الثلاجه. ماشي. طلعت لحوم والسمك كده. ها استنى كده. ايه جو حر ده ما تخش جوه. لا يا عم مش عارف. الراجل دخلك جوه. ما تجيبليش والله. خش على الجيبه. يلا يا حرومه. تعالى ايه تعالى يا سيدي. ماشي شيء فرق. بنروح يا عم عنمي. جابوا التوست وما جابوش مكنه التوست. ماشي انا ده الحلو. تعالى. طب عربيه عربيه. ماشي ما احنا بنحاول كل مره واحده. المهم الحاجات بتاعت الثلاجه عشان ما تبص. ارفع ارفع شاط. شايل ازاي دي؟ هنرفع شاط بعد كده. يلا ارفع 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 ارفع. نرفع من الحبل ده؟ لا هتتقطع. ما شاء الله مليانه. الله ينور عليك يا خالي. نرفع معانا تقيله. يلا انتوا ما شاء الله. هو انتوا عاملين فيها طب؟ مش عايز. ده لا ما شاء الله لحمه وفراخ وعيش. اللحمه والسمك والفراخ. يلا يا رجاله. وعيش. الله ينور يا رجاله. والله يدعيك. الله ينور يا رجاله. الله ينور والله. الله يرحم اربعه بيشيلوا في الفيديو ده. ارفع ارفع ارفع. بسم الله. رجاله عاش. رجاله والله عاش. هو انت في الجيم يا عم؟ حمسك. رجاله الله ينور. بامانه جدعان جايبين كل حاجه احنا ممكن نحتاجها هنا من اكل وشرب. من الابره للصاروخ. الله ينور يا سحر. والله مش عارف من غيرك هنعمل ايه. ايوه يا ابني. الله ينور عليك بجد. لا لا انا كده هعمل ثوره. حتى دور الفشار جايبين. انا كده هعمل ثوره. يعني انتوا جايبين بسله ما جبتوش ملوخيه؟ ما تستعجلش على رزقك. ايه يعني؟ انا وفي لا شاطر. ايه نهايه؟
برافو عليك يا نهوله. ايوه كده كده حيته وبخلي امي تحبها. ايوه اهم حاجه الحفاظه دي. وده كوتشي بتاع مين ده؟ وده عشان محمود تقريبا هيشوي هنا وهيخربها. محمود نوع على حفله جامده هنا ولا ايه؟ هيعوض حفله الشوي اللي باظت عنده. طب خلي المهم احنا هنلحق نروح البحر ولا ايه؟ عيب عليك يا برنس. اكيد لا. الله ينور عليك يا دكتور. اديني هات من هنا من الجنب. اديني عشان بطل شد شويه. وده شيبسي هات. يلا يا باشا. ودي هدوم. خش يا يوسف شيل يا يوسف. لا ما هو سايبني في الشنطه الثقيله. اربع اصبع عربيه. مايل كده؟ مايل كده؟ ابطال. مايل كده؟ ده طلعها فوق طبعا. هنخلي بس كل حاجه هنا في الاول. الحاجه اللي فيها الاكل بس تخش المطبخ عشان ما تبوظ. انت خلي الشنطه الكبيره دي هنا تطلع وبعد كده كل واحد ياخد الشنطه الخاصه بيه عشان ايه ما نقعدش ندور نلف حوالين بعض. سياره انت مستعد؟ مستعد الحركه دي؟ ان دي السياره المتفجره اللي فيها. انت مستعد تفتح يا عم؟ ابدا انا هتقدر تنزل. اقول لكم عايش والله هتتشايل. بسم الله. يلا اقبل تاني. هنجيب الاكل جاهز. ما هو ده مش اكل ده هدومنا. هات البلاي ستيشن بس. شيل ده هيتكسر كده. ايوه امسك يا محمد جدع يا ماس. اوعى دلوقتي ده في الريسبشن. اوعى. يلا يا حسن عاش. ارفع شيل. ارفع انت هشيل. ارفع بس ما انا هشيل وهشيل. امسك يا محمد ده ما اعرفش ده غريب. تعال ارفع روح. ارفع يا ابني وربنا لا انت اللي شايلها. روح يا ده شايلها يا عم. شيل يا عم. يا عم هشيلها يا عم. ما تشيل عشان نفسي. يلا يلا هشيلك. انت عايز تشيلنا تفضل انت واقف تشيلنا. ده اللي بيشيل ده بيتعب اكتر. خد يا اكرم. ادي دي لمين؟ لمين؟ لابلا نهال. اوكي اوكي يلا جود باي جود باي. انا بسال سؤال، انت راجل ولا لسه؟ انت بالنسبه لك انا شايفك راجل بصراحه عشان كده انا هديك المهمه دي. خد يا اسم جدع. انا قلت راجل. انا قلت راجل. ما حدش صدقني. ليه ليه ما ينفعش نستقلب حد؟ يوسف محمد انت راجل ولا لا؟ لا. عشان تبقى راجل. لو اني حاجه لو اني اثنين ما تشغلش البنات. لا تقيل. لا تقيل. لا لا حلو. لو اني التاني ان شاء الله مش تقيل. لو اني التاني عاش يا حود. طبيعي شايف الرجاله اللي بتشيل. بتاولوا وادي من هنا ونمشي كده. امسك بس عشان بتاع الوعد. امسك امسك امسك. روح يا اكرم وديه. لا هاتوا ده الايس. يلا هات حاجه كمان بقى عشان ما اخرجش. اديه قبل نهال. يلا هات حاجه كمان. رماكس. لا نيره. خد يا نيره. تدي دي لخالك محمد عشان فيها لابتوب وحاجات تتكسر. مين اللي عايز يشيل؟ مين اللي عايز يشيل؟ رماس. خد يا رماس. تاخد واحده كمان. تاخد واحده كمان. خدي كام. انا كمان. يلا احنا كمان. انا عايز واحده. خد يا اكرم. خد يا اكرم. يلا واحده كمان يا حبيبي. يلا يوسف وراك. بص خلع. انت عايز راجل. انا مش راجل. انا بجيب لك حاجه الرجاله. هو ليه مش مقتنع؟ هو انت عملت شايلهم ليه كده؟ بيشغل دماغه عليه. حسن بينزل من العربيه. عربيه نقل. يا اسطى خد حاجه وامشي. بيشغل دماغه. ولا بيشيل ولا بيستنى. والله لا ياخدها هو. طب والله لا تاخدها. انا والله لا انت اللي تاخدها. هاتها يا اسطى بتاعت مراتي عادي يا شله. عادي هاتلاها تقيله. يلا يا حنين. اسحبي يلا. اسحبي يلا. لا انا هسحب. لا سيبيها واديك واحده. يلا يا حنين. خد يا اروى. يلا يلا برافو يا اروى. اروى احلى واحده فيهم. يلا دي بتاعت محمود. دي بتاعت محمد. دي لا بتاعت محمود. دي بتاعت محمد. بتاعت محمود. شيل دي بتاعتك انت. انتوا الاثنين شيلوها مع بعض تقيله. حط هنا على السور ده لحد ما نعدي. شنطتي شنطتي هات لي شنطتي. ايه خلصنا. ايه ها خلصنا الحمد لله. خلاص كده يحيى. كله اندر كنترول. كله اندر كنترول يا جماعه. جو جو. يلا يا رجاله. يلا يا رجاله. يا استاذ يحيى. يا استاذ انا كنت هجيب بن عالمي دلوقتي. يلا يا دكتور محمود. اعمل بس حطه واحنا هنقوم على الاكل على طول. يلا يا استاذ بسرعه. يلا يا باشا. يلا اربع على كمان يا يوسف. وعلى كمان الله. لا هم عايزين ياكلوا على الارض. كله اجمع على الارض. ايه ده مش هناكل على الارض. مفيش فرشه. مفيش فرشه. لا السفره. هجيب كراسي من بره يا حسن. افرش هنا. ماشي. الله 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 الله. فرجني فرجني على الجون ده. والله ما بكلم حد بقول له مش على الارض. هو ما كانش بيلعب بصراحه. لا الجون بصراحه جامد. لا فنان. والله ما كنت بلعب. جون جامد. كنت بلعب. ما تدوسش تشطب لي. بص 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 الكعب. بص الكعب. بص الكعب. بص الكعب. وريني الكعب ده يحيى. وريهولي. كنت عايز اشوف الكعب يحيى. خلصنا
يا جماعه والله. طب هات. لا لا عليك يا عبد الساحر. استنى وريني كده. بص الكعب، بص الكعب، بص الكعب، بص الكعب، بص الكعب. نسيتك. ايه اللعب الجامد ده؟ الله ينور. تعالى بقى علشان تعرفوا احنا ليه عملنا كل ده واللي جبنا اكل معانا واحنا جايين. نص ساعه ولقينا الاكل ده جاهز. ليه؟ معانا ستات بيوت شاطرين. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. عارف الفرق؟ الله اكبر. ايه الجمال ده؟ بتاعنا اللي فيه فراخ ده. إيه تعالى يابا خد اللي انت عايزه. انا عامل لك الطبق ده. يا سيدي يا سيدي دلع ده. والله تسلم ايديكوا والله. الله يعينك. انت علقانه ليه كده يا صاحبي؟ لا ده انا غاسله وشي. الاكل يفتح النفس. لا والله احنا فعلا معانا ستات بيوت شاطرين. والله محتاج التسيفه والله ما شاء الله عليك. سقفه للستات اللي داخل المطبخ. وكمان علشان ما اهتموش ينزلوا البسين ويلعبوا ويتنططوا ودخلوا يعملوا الاكل. مش بص بنعمل ازاي. ايوه هاتيها. ادي واحده باكيت. ادي باكيت جامد بامانه. الله اكبر. ايه رايكم؟ احنا كنا بنفكر بصراحه ان احنا نطلب اكل جاهز، نشوف كريب، نشوف بيتزا، نشوف برجر، اي حاجه. فاحنا قلنا لا. هم قالوا لا. مش احنا اللي قلنا لا. اما انا قلت هم مراد الكبير. سحر اللي قالت لا. مراد الكبير راي سحر. صح الصراحه. تسيفه لسحر لوحدها بقى. انتوا خدتوا تسيفه جماعيه. تسيفه لسحر محترمه. بصوا لو عملتوا لنا بكره محشي. يا سيدي لو عملتوا لنا بكره محشي هعمل لكم مفاجاه بالليل. انا هعمل لكم حله محشي بكره ضربنا. ايوه يا رحمه. بس في مشكله. عنك يا سحر انا اللي هفل. عنك يا سحر في مشكله. يا سحر ما دبتوش مقاوين. امسك يا محمود. اشطر يا محمود. امسك. مين اللي عايز؟ الاء. امسك يا انجي. الاء اول واحده ضربت. مين اللي عايز سام؟ فقولي الاء. تسلم ايدك. الهي يا رب. الهي يا رب يا سحر السنة الجاية ما تبقيش بتعادي معانا وبتعادي عند النبي يا رب. يا رب يا رب يا سحر كده تدعي لنا دعوة من عند جبل عرفات يا رب. يا رب. قولوا امين. امين. ربنا يخلينا لبعض. امين. وما يحرمكوش مني. امين. ولا يحرمني مني. امين. بصراحة الأكل حلو. بصراحة الأكل حلو. ونشافك منها للحك والحكة اللي طبعا جايبه مقدر فينا. كده النهاردة كانت البداية. احنا لسه ما عملناش حاجة. النهاردة بنريح، بنجهز اوضنا، بنرص هدومنا، بنحط شنطنا، بنعمل اكلنا، حاجة كده خفيفة بسيطة. من بكرة الصبح ان شاء الله انتوا هتشوفوا موضوع تاني خالص. انتوا هتشوفوا بقى المصيف بجد مع الاسرة كلها، مع العيلة كلها. فيارب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ويا رب الرحلة كلها تعجبكم. لو انت ما حطيتش لايك. ما انا لسه بقول اهو. لو انت ما حطيتش لايك اتمنى ان انت تحط اللايك بتاعك. ده عمل لينا علشان عيلتنا تكبر اكتر واكتر. لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة. ويا رب نشوفكوا دايما على خير. ومع السلامة. مع السلامة. يا ساحر مع السلامة. قولي مع السلامة. قولي مع السلامة يا ساحر. مع السلامة. اروح اقول معاهم مرة. قولي مع. تعالي والله لو تقولي معاهم مرة. تعال تعالي قولي معاهم بره. يلا. ونشوفكم على خير. ومع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. خد يا صاحبي. خد يا صاحبي. والله انا بدي اكلك. يا سيدي. والله انا بدي اكلك. دبوس. الله. يا سيدي.